أتذكرين؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن المشي. أتذكرين؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. أرمغان أحلى ما كان في حياتنا السابقة قبل هجوم العصر الحديث علينا بنظرياته الجديدة هو سؤال الجيران لنا عن الهدايا التي جلبها ضيوفنا لنا. كانت عادة تبادل الهدايا عند الزيارات طويلة الأمد شغالة، وفي حلب تسألني جارتنا مرت الأزرق جاكم ضيوف؟ فأجيب إيه بيت عمي من الشام بدهم يبركوا عنا أسبوع. فتسألني ذلك السؤال الرهيب وإيش جابوا لكم أرمغان؟ والأرمغان بالحلبي يعني هدية بالعربي الفصيح، وعلى الأرجح أنها تركية وأصلة قرمغان، ولكن الحلبيين لا يحبون حرف القاف فيصبح معهم آف، لكنها آف مفخمة أكثر من القاف نفسها. ومن هذه الآف جاءت آلاف التعليقات على اللهجة الحلبية غامزة لامزة من دباجة هذه اللهجة، لكنها في الحقيقة من أجمل وأحلى وأرق اللهجات. المهم مالكم باللهجة وقلنا بالهدية بالأرمغان، وهو أنواع، منها هدية السفر من ضيف آت من أقاصي البلاد وهي متعارف عليها في هذا النوع من الزيارات، روح على حلب وإقامة ببيت لمدة أسبوع آكل شارب نايم ومدلل ومحطوط على الراس وعلى العين، وطلباتك أوامر يا باشا وقلك الصدر طبعا ولنا دون العالمين البلكونة والسطح، بتكلفة 3 كيلو برازق وغريبة من عند الكيال، وثلاث علب حلو من عند أبو راشد علوان، وبس تجي على الشام بدنا ناخدك نطعميك بوزة عند دامر وعند بقداش ونشربك كوكتيل موز وحليب عند أبو شاكر الممنوع من الصرف. وأغلقنا بنج المرطبات والحلويات وفتحنا بنج الأسبوع وما يتخلله من مرح وفرح ومشاريع له من كل الأنواع والأصناف، فالبنات بيروحوا على شي حفلة فنية طربية والشباب ما بيتركوا سينما تعتب عليهم، وأيام بيطلعوا شباب وبنات حسب ما تمليه الرغبة المشتركة، فيعني روحة على شي مسرحية معهم ما بتزعج كتير. يا أخي مزبوط عم تحكي، بس ما في أمأت من الروحة مع الإخوات والقريبات، بتصير بتشتغل حارس عليهم من نظرات الرجال الحقيرة الوقحة، ويمكن تفوت بشي خناقة مع أحدهم، ويمكن ما تطلع أقوى من أحدهم، ويمكن تاكل قتلة من أحدهم، يعني بلاها تطلع معهم، خليهم يروحوا لوحدهم. يا زلمة زلم ولا كل الزلم. بس ما قلت لي يا لؤمان إيش جابوا لكم أرمغان؟ والله يا خالي مرت الأزرق قلت لك الجواب مثل كل مرة، ومضت مرت الأزرق ولا أعرف لماذا كانت على ملامحها علائم استفهام وتعجب. تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة على هوا راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.